قد يحصل في الإسلام، لاحظوا، ومن ذلك أنه قد يحصل في الإسلام أن الرجال لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، تدافع عنهم النساء، وقد حصل ذلك في الإسلام مرتين. أوضحها ما حصل بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، حيث يكون الحسين وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين مستشهدين، قد فارقوا الدنيا ولا مجال لهم بطبيعة الحال للدفاع عن أنفسهم والأخذ بحقهم وبيان ظلاماتهم والاقتصاص من أعدائهم. ومن هنا كان من أهم من تصدى لهذا الإعلام الضروري وإقامة الحجة الرئيسية بعد الشهادة على الصديق والعدو، إقامة الحجة على الصديق والعدو وعلى المعارض والمخالف. من هو؟ هو زينب العقيلة بنت علي أمير المؤمنين عليهما أفضل الصلاة والسلام. ولولا موقف زينب سلام الله عليها وكلامها وإعلامها وخطاباتها لانطمست ثورة الحسين عليه السلام واندرجت في طي النسيان وكأنها لم تكن. فكان لابد في الحكمة الإلهية أن تنضم تلك الثورة الكبرى والتضحيات الجليلة إلى هذا الجانب الإعلامي المركز لكي يثمر ثمرته وينفع الأجيال بأثره كما قد حصل.